السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا في احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو شايفيني الصبح بقول لكم يا صباح الخير، لو شايفيني بالليل بقول لكم يا مساء الفل والورد والياسمين. تابعوا معايا النهارده، يلا نشوف جولتنا لسوق الحد في الرويعي، وتعالوا نشوف النهارده ايه الاخبار وايه الاسعار وايه كمان الحاجات الجديده، ويلا نتابع الفيديو. ما تنسوش تحطوا اللايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم من بيت العيله الكبير مع عبير كل جديد ان شاء الله. بدايه هنا احنا قدام جراج العتبه، او بعد ما بنطلع عند محطه الشهداء بيقابلنا مول صدناوي، هندخل الشارع اللي جنبه على طول. مبدئيا ده كده الشارع اللي بره، اللي بره. احنا هنا كنا الصبح بدري وفي غلطة انا عملتها النهاردة، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل، لان كان في فرشات كتير كانت لسه اصلا بقفلتها. هوريها لكم دلوقتي ونشوف ليه الغلطة اللي انا عملتها النهاردة، وما تعملوه زي كده. يعني انا كنت دايما اقول لكم لا روحوا بدري بقى الصبح بدري ومش عارفة ايه. المرة دي لما روحت بقى اتفاجئت ان حاجة تانية غير كل مرة. فعامة كده اولا الفرشة اللي احنا شفناها دي كانت ب55، لا كانت اول فرشة خالص 55، التانية كان بيبيع ب35 جنيه، بس ما كانش فيها حاجات للدرجة، يعني كانت معظمها كده حاجات اي كلام. يعني حسيت ان المرة دي ما كانش فيها حاجات حلوة او زي كل مرة. الكوتشيات اللي كانت على الارض دي كانت عند الست اللي هي برضو كانت فرشة على الشارع. بصراحة الست دي يعني اول مرة اشوفها، ما كانتش بتبقى موجودة كتير، بس هي حاطة جنبها كمية محدودة، يعني يعني مش عندها كميات كتير من الكوتشيات او الشوزات اللي انتوا شايفينها والجزم. هو الكوتشي ده كان حلو الى حد ما، اطفالي وكويس، ما كانش فيه حاجة خالص غير ان هو بس متوسخ شوية، يعني ده عايز يتغسل وخلاص كده هيبقى جديد. كان عامل كام؟ 25 جنيه بجد، بس كان سعره حلو وتحفة قوي. تعالوا بقى هنا، لقيت كل الفروشات اللي بره دي كانت كلها متقفلة، حتى الفروشات اللي كانت جنب الباب اللي هو بتاع اللي احنا كنا على طول نعدي منه ونلاقي الناس فرشة. بصوا معظم الفروشات هنا كانت لسه قافلة. ليه بقى؟ كانت تقريبا الساعة 8 الا ربع او 8 الا تلت، يعني هي في الحدود دي كده. بس اول مرة، يعني انا كنت ممكن 8 ونص ببقى واصلة بلاقي الناس فرشة وكل حاجة. المهم بقى لما سألت واستفسرت هقول لكم كان ايه السبب غير كل مرة، هقول لكم عليها طبعا دلوقتي في الفيديو. مبدئيا كده احنا سيبنا كل السور اللي هو من برة ودخلنا على طول الشارع اللي هو عند مول صدنو. بدأت تقابلني فرشات هنا، بس ايه لحد ما كانتش كتيرة زي كل مرة. الكوتشيات دي كانت كلها كده كوتشيات بقى، احنا عشان برضو نبقى مش كله جايبينه بناتي وحريمي وكده، لا يبقى احنا برضو للرجالي عاملين لها نصيب برضو من الفيديو. وقابلتني بقى الكوتشيات دي، بصراحة كانت حلوة وكانت فيها تشكيلة كتير قوي. يعني انا بلف لكم هنا عن الطاولة يمين وشمال وكل حتة عشان خاطر اوريكم اكتر عدد ممكن من الكوتشيات. كانت فيها موديلات كتير ومقاسات كتير، يعني غالبا كده لما بنروح يوم الحد بتبقى المقاسات قليلة او بتبقى محدودة. لا هنا النهاردة كانت الفرشة دي عليها مقاسات كتير من الكوتشيات الرجال، وكانت بتوصل لمقاس 47، قليل قوي لما بلاقي 47، وكان في 45. المقاسات يعتبر الكبيرة كانت موجودة النهاردة. طبعا هقول لكم دلوقتي سعرها. كل الكوتشيات اللي انتوا شايفينها دي كانت عاملة 110، 110 يا جماعة. في شوية حاجات بقى اطفالي تحفة قمر بجد. الجزم دي كلها شايفين الجزء ده بقى كله جلد، والله كان جلد طبيعي. الجزمة حلوة قوي وتحفة، بس اصبروا معايا لان انتوا طبعا دلوقتي عايزين تشوفوا ايه الصنادل والكوتشيات الحريمي والبناتي. جايبة لكم حاجات مفاجآت كتير جدا وفرشة شنط تحفة. هوريكم دلوقتي. وكمان في صنادل لسه جاية من ارقى المحلات بالعلب بتاعتها، والسعر بجد هتتفاجئوا النهاردة بالاسعار اللي هقولها لكم باذن الله. شايفين انا كل ده عايزة اوريكم اكتر كمية او اكتر عدد كمان من الكوتشيات. الجزم دي كانت حلوة قوي، جزم رجالي، في زي ما انتوا شايفين الاسود البني، فكانت في كمية كتيرة قوي من الجزم.
اتفرجوا بقى على الجمال والقمر ده. بصوا الجزم اللي هي دي بجد من ارقى الجزم اللي انا بحبها، كمان حلوه جدا في اللبس، مريحه، الكعب بتاعها اصلا مريح جدا، يعني هي اصلا جزم طبيه كانت عامله 75 جنيه، الجزء ده كده الجزم دي 75، عشان هوريكم الحاجات التانية عامله كام. شايفين ده كله على 75 جنيه، بصراحه تحفه يا بلاش، من ارقى واحسن الجزم. كان في منها البيج وفي كمان الاسود، يعني كل الالوان الحلوه بجد موجوده. عارفين دي تحفه قوي، انا بحب قوي الموديلات دي، بتبقى مريحه جدا في اللبس. يعني عارفين انا ساعات ببقى بلف وبتاع، ما بحبش يعني عامه انا ما بلبسش الكوتشيات، من ارقى الجزم اللي بتبقى مريحه مش ارقى يعني، انا قصدي من احسن الجزم المريحه في المشي ولما بتمشي مسافات طويله، هي الجزم اللي انا وريتها لكم هناك دي. النوع ده بقى كان ب 55 جنيه، يعني شوفوا الفرق، كانت الكميه اللي انا وريتها لكم في الاول 75 ودي كانت على 55 جنيه، بصراحه يا بلاش والله العظيم. يعني الجلد بتاعها حلوه قوي، شايفين الجزمه حلوه قيمه وتحفه. كانت متنوعه، في مقاسات على فكره كبيره جدا، كان في مقاس قابلني 41 و39، ال 37 ما تعديش بقى، كتير جدا، لان اللي ليهم نصيب في 37 هتلاقوه موجود. كمان في الفرشه دي كان في والله العظيم 40 و39، بصراحه كانت الجزم حلوه ومريحه جدا، يعني اللي بيتعود على الجزم دي تحفه. الكوم ده بقى اللي هي رجالي، في بقى الحاجات اللي هي بتلمع زي ما انتم شايفين، جزم جلد برضو تحفه، حلوه قوي برضو في اللبس. بصوا بقى يا بنات، يوم الحد ده بتبقى اسمه تصفيات، طبعا بقيه الايام كلها شغالين وموجودين وكل حاجه خالص، بس عامه مش هتلاقوا الاسعار دي في الايام العاديه، لان دي بيبقى اسمها تصفيات، بيصفوا طول الاسبوع بيبقوا شغالين، بتبقى فضلت معاهم كام قطعه كده او الاجزاء اللي انتوا شايفينها، بيعملوا لها يوم مخصص وهو يوم الحد ده بيطلعوها باسعار بقى غير اللي بيبيعوا بيه كل يوم. الجزم دي زي ما انتوا شايفين، انا بحاول اوريكم الرقم او المقاس بتاعها لان في ناس كتير بتحتار في المقاسات. الجزم دي طبعا من ارقى الانواع وحلوه قوي ب 110. اي حاجه من الجزم اللي انتوا شايفينها، طبعا كان في الحاجات اللي هي بقى رجالي بكعب وفي الحاجات اللي هي بتبقى فلات خالص على الارض. موديلات بقى كتير واشكال كتير. الجزم الاطفالي دي بصراحه تحفه وعجبتني قوي وروعه يا بلاش، بس سعرها بقى حلو قوي، يعني بالنسبه للمقارنه الثانيه كانت ب 110 اللي هي المقاسات الكبيره، ودي جلد وتحفه. كان هم مش ما كانش فيه كتير، هي الكميه دي بس، وكانت على سعرها 85 جنيه. بصوا شكل الجزمة على زي والله قمر، حلوة جدا، شايفين شكلها للأولادي بقى، شكلها بقول لكم كده تحفة. الجزم برضو دي شموا للشباب بقى اللي بتحب الحاجات الشموا، وكان 110. بصوا بجد حلوين، يعني دول مش عايزين اي كلام خالص. طبعا انا طولت لكم كتير على الحاجات الرجالي دي، برضو من ارقى الجزم. هوريكم بقى طبعا الفروشات التانية. دي بقى كانت فرشة كوتشيات، كانت تصفيات برضو، يعني شايفين دي تصفيات، وكان سعرها 85 جنيه، صراحة سعرها يا بلاش وسعرها معقول جدا بالمقارنة بأسعار تانية ممكن نقابلها في أي مكان تاني. يعني الكوتشي ده اللي ب 85 جنيه، لو دخلت أي محل هيعدي 250 جنيه، برضو عشان نبقى متفقين إن فعلا الأسعار دي خيالية. ولما اقول لكم ان فعلا سوق الحد ده بيبقى فيه لقط وهو من احسن الاسواق، بس ايه الغلطه اللي انا بقول لكم عليها بقى، ما تروحوش بدري قوي، يعني هي دي اللي انا عملته، ان انا عايزه بحب ان انا اطلع الصبح بدري عشان اخلص مشاويري بسرعه والحق اروح. بس بصراحه انا هنا يمكن كنت مقفوره الموضوع شويه، كنت رايحه بدري قوي، فحاولوا يعني لو اللي هيروح بقى يروح 9 10، حلوة قوي، هتكون الدنيا ايه بقى. انا اول كنت بقول لكم فعلا المواعيد دي، بس ما تروحوش بدري قوي كده، لان هتلاقوا ان في فروشات بتبقى لسه ما فرشتش، وطبعا زي ما انتم شايفين كده معظم الفروشات متغطية، يعني كانت قليل خالص، انا مش لاقية حاجة بصراحة، يعني كل ما انا امشي كده قليل خالص لما بلاقي فروشات. الاول كانت بتبقى كل خطوة
فروشات كتير. بصراحة الجزم دي تحفة. بصوا هما كانت كمية محدودة يعني، ما كانش عنده كتير غير هي التصفيات دي، وكان سعرها عامل 85 جنيه. بصراحة حلوين جدا يعني، اللي هياخد له 2 اللي هياخد له 3 ويغير فيهم، حلوين قوي اولادي. بس بصراحة مش عايزين كلام، الجلد بتاعهم جلد طبيعي 100% وحلوين قوي في اللبس. الفرشة دي بقى فرشة صنادل بقى، على صبوة، على جزم كعب، على جزم فلات، واي سعر هنا 55 جنيه. بصراحة يا بلاش فيها، كانت حاجات حلوة قوي، والناس والله كانت حد يعني، كانت ناس واقفة خدت كذا شكل. الابيض ده اللي انا كنت ماسكاه كانت برضو الناس واخدة منه، كان شكله شيك جدا. بصوا سواء بقى رجالي او بناتي، شباشب، شبابي، اولادي، كل حاجة هنا 55 جنيه. الجزم الصندل الابيض ده على فكره طبي. والله انا فاكره كنت من فتره قوي كنت جايباه من محل في عباس العقاد، كان اسمه زلط. زلط ده من المحلات اللي بتبيع بقى الجلد الطبيعي الاصلي. والله انا حاسه يعني بقالها فتره طويله كنت جايباه، من كذا سنه كنت جايباه ب 250 جنيه الصندل الاولادي. فما بالكوا بقى النهارده عامل كام، وهو في سوق لحد النهارده اهو ب 55 جنيه. بصراحه يا بلاش يعني، الاسعار دي حلوه قوي. بصوا الشبشب الكبير ده اللي هناك ده العالي، هو مش تقيل، لا خفيف. الصندل ده برضو كانت فلات لحد ما برضو كان فيه مع حاجات معقوله، وفي حاجات كانت مش ولا بد يعني. هنا اي سعر 55 جنيه. هنا كانت في، ما كانش في الموديلات اللي هي المقاسات الكبيره، ما كانتش في كتير قوي للدرجه يعني. معظم الجزم الفلات كان في اقصى حاجه كنت شايفاها 39. شايفين بقى الفرشه في الارض دي، تتخيلوا بكام بقى؟ هفاجئكم، لان فعلا كان فيها صنادل اطفالي تحفه تحفه، بمعنى تحفه، بخمسة جنيه. اي صندل من ده كان بخمسة جنيه. فبصراحه حلوه قوي. بحب دايما ان انا لما باجي امسك الجزمه او الصندل اطبقه، عارفين لما بيتطبق معاكي بكل سهوله كده تعرفي ان ده جلد طبيعي، جلد اصلي. لو انت جيتي طبقتي الصندل او الجزمه ولا اي حاجه وتقشر منك يعني اتكسر كده، اعرفي على طول ان ده جلد مش طبيعي، او جلد اللي هم بيبقى حاجه الخنزير ده هو دايما اللي بيتكسر، او بيبقى عامل بصوا بيتقطع بطريقه صعبه قوي. في انه اللي هو بيتطبق معاكي وبيروح ويجي، ده الجلد الطبيعي الحلو الاصلي. شايفين الصندل ده والله كان عاجبني قوي، تحفه طبعا، مش عايز اي كلام خالص يعني. بخمسة جنيه والله يعني مش جاي حقك الشيبسي والله العظيم. شايفين بقى، شايفين هنا الدنيا هو فاضيه خالص، حتى فرشه الصياد اللي كانت دايما بتبقى فرشه النهارده اتاخر برضو، ما كانش فاتح بدري. الفرشه دي كانت عليها شويه شنط بصراحه حلوين قوي، وللناس اللي بتحب بقى الشنط الكبيره اللي هي بقى بيحطوا فيها حاجات البيبي، او عايزه تحط فيها اي كميه حاجات برضو، اللي هي الكبيره دي كان في منها الوان كتير. شايفين دي اللي انا عايزه اوريها لكم اهي، بصراحة دي حلوة قوي، وشكلهم في قمة الشياكة يعني. هو فعلا كان كام شنطة كده بس، بصراحة يعني تحفة يا بلاش. شايفين اللي لونها بيج دي، بصراحة قمر قوي وحلوة، مش عايزة اي كلام خالص. هقول لكم طبعا دلوقتي سعرها عامل كام. ودي جميلة جدا. الالوان بتاعتها كانت تحفة بصراحة، كان عاجبني اللون الاخضر ده، واللون اللي هو اسمه ايه ده، البنفسجي، وكان في كمان البينك والاصفر، يعني كانت فيها تشكيله كتير من الالوان. اي شنطه يا بنات ب 55 جنيه والله العظيم ما لحقوا يقعدوا يعني. هو بمجرد ما حطهم زي ما انتم شايفين الشويه دول تصفيات، فبمجرد ما تحطوا الناس خدتهم يعني، الناس هجمت عليهم ما شاء الله تبارك الله، خدوا منها كميات يعني. فحلوه قوي يعني، 55 جنيه لو هتاخدي 2 مش جايين نص تمن واحده. بصراحة اشكالهم حلوة. في طبعا زي ما انتم شايفين دي كانت مدية على شموة شوية او قطيفة كده. الجزمة ايه الشنطة فعلا حلوة قوي وشكلها تحفة بصراحة.
بص دي كمان طبعا دي مش الايد عشان نبقى متفقين، لا ده شكل ديكوري كده للشنطه، الايد بتاعتها بتبقى جوه الشنطه نفسها. والله ولا كان فيها ديفو ولا تقشير ولا كان فيها اي حاجه، يعني يا بخت اللي خد من الشنط دي بصراحه، حظ ونصيبه ما شاء الله. يعني فعلا السوق ده بيبقى ساعات ارزاق والله العظيم، يعني لو انت رايحه كده ممكن تقابلك فرشه يعني فعلا بتبقى فيها حاجات لقط وحاجات حلوه قوي، وممكن تروحي يعني اوقات يعني تلاقي مثلا ما فيش حاجه تعجبك او تدخل دماغك كده، بس عامه الحاجه اللي تعجبك خديها على طول ما تفكريش، يعني لانك ممكن وانت راجعه بعد كده تلاقيها اتاخدت. الفرشه دي بقى نفس الراجل بس كان عليه بقى كميه الحاجات اللي انتوا شايفينها، هي بصراحه ما كانش فيها حاجات قوي يعني للدرجه، كان سعرها 25 جنيه. شنط بقى حاجات شكل اللي هي مرسوم عليها بيبسي، الشنطه ممكن تكون متطبقه شويه الى حد ما، بس كان سعرها 55 جنيه. انا مطولتش عليها كتير، قلت برضو نلقي نظره كده ونشوفها وخلاص وسبتها. هي السودة دي ممكن الى حد ما معقوله شويه، اهو شايفين بقى يعني دي برضو شنطه بكيسها ما فيهاش اي حاجه خالص، هي صغيره يعني مش بتشيل حاجات كتير. بنوتاتي بقى شبابي، الفرشه دي بقى قمر وحلوه جدا. الكوتشيات اللي فيها اللي هي بنسميها كوتش شراب او بقى مش فاكره الاسم بالظبط، بس هو الكوتشيات دي تحفه جدا في اللبس مريحه، بس العيب اللي فيها بقى ان هي كان اقصى حاجه 38، كان 38 اكبر حاجه. سعرها كام بقى يا قمرات؟ 45 جنيه. اي كوتش من دول 45 جنيه بصراحه يا حظه يا بخته بقى اللي خد منها، لان فعلا اي كوتش منهم تحفه من الكوتشات اللي بتبقى مريحه. انا مسكت الكوتش اصلا وبدات اطبق فيه، بجد حلو قوي. على فكره النوع ده بيدخل الغساله كمان، يعني لو هتغسليه جوه الغساله بيتغسل وبيطلع جديد زي القمر ولا في اي حاجه خالص. تعالوا بقى نشوف الست دي كانت عامله شويه تصفيات، يعني دي جايباها من ارقى المحلات وجايبه هنا تبيعهم بقى. سعرك الجزمه او الصندل الحاجات الاطفالي بقى اللي انتوا شايفينها، القمر دي تعرفوا بقى بكام؟ 35 جنيه. شايفين الحاجه اصلا جايه بالعلبه بتاعتها، يعني ما فيهاش ولا ديفو ولا قطع ولا فيها اي حاجه خالص، الا مجرد ان هي بتكون تصفيات، والمقاسات زي ما انتم شايفينها مقاسات اطفال. بتصفي وبتبيع باسعار خياليه، يعني بجد ما فيش احسن من كده. وزي ما انتم شايفين كانت الكميه محدوده، يعني ما كانش عندها كميه كتير. اللون ده كان بصراحه عاجبني قوي للصنادل، شايفين شكلها تحفه بصراحه، جلد وليها زي اكسسوري كده على الشبشب او الصندل، كان في الاسود، كان في اللون الاسود ده يا جماعه اهو، وفي اللون البامبا والبيج، بس كان اشكالهم حلو، بس كان ليهم مقاس واحد ما كانش ليه كذا مقاس. فرشه بقى الكوتشيات القمر دي كانت على كام؟ 75 جنيه. اي كوتش من الكوتشيات دي كانت سعرها 75 جنيه. بصراحة برضو اسعارها معقولة، بس ايه ما كانش فيه المقاسات الكبيرة، يعني معظمها كده اولادي وبناتي، برضو اطفال مقاسات صغيرة او ممكن نقول مقاسات شبابي، بس مقاسات برضو كانت صغيرة 37 38. بصوا طول ما احنا ماشيين هنا بتقابلنا الفروشات اللي على الشمال دي، اي حاجة هنا كانت ب25 وفي حاجات كمان ب15. طبعا الشبشب ده مستورد، التيكت زي ما انتوا شايفين موجود عليه. الشباشب دي تنفع برضو، شباشب للبحر، شباشب للخروج اللي هي الخروجات العادية دي. بصوا كان في اللون ده كمان كان ب15 جنيه الشباشب اللي هي اللي انتوا شايفينها اللي هي بتلمع والتانية، انما ده اللي كان ب25 جنيه. هي الفرشة دي كانت متشكلة، كان في حاجات ب25 جنيه وحاجات بينادي عليها برضو ب15 جنيه. الشباشب طبعا دي معروفة ان هي بتبقى خاماتها حلوة قوي، وسعرها بالنسبة للمقارنة مع محلات كبيرة بتبقى بتعدي بكتير. 15 هنا و25 جنيه يا جماعة الفرشة دي. بصراحة كانت فيها حاجات حلوة، يعني كل ما بتقلبي هنا بتلاقي حاجات بقى، لو عايزة اطفالي هتلاقي موجود، لو عايزة شباشب، صنادل، كوتشيات موجودة. الكوتشيات كان سعرها 25 جنيه.
بصوا هنا الفرش طبعا، هنا برضو دي اللي هي المقاسات الشباشب، كنت عايزة اوريكم السعر كام. يعني هي بصوا مكتوب عليها السعر مبلغ وقدره كمان. شايفين الصندل ده بصراحة تحفة قوي، صندل اولادي في قمة الشياكة وخامته حلوة قوي، يعني ده بصراحة كموديل وشكل تحفة. بصوا الصنادل الاطفال دي كان مكتوب عليها 189 او 190 جنيه، فلما يكون الصندل ده في المحل بالمبلغ ده وتجيبيه من هنا ب25 جنيه او 15 جنيه، بصراحة يا بلاش. فرشة الجزم الرجالي دي تتخيلوا عاملة كام بقى؟ هوريكم الاول كده كام حاجة، لان فعلا الحاجات دي لقطة. يعني الجلد حلو، جلد طبيعي معقول، والله الناس كانت بتقلب وبتاخد بقى مقاساتها، وحلوة قوي. يعني 45 جنيه اي جزمة رجالي من الجزم دي، بصراحة يا بلاش يا بلاش فعلا. كل ذنبها بس الفروشات دي ان هي موجودة على الارض بس، انما لو هي راحت المحل هتتباع بقى بالسعر اللي هم عايزين. ليه بقى هما بيبيعوا بالاسعار دي؟ لان دي بتبقى يوم تصفيات بيبيعوا فيه بالاسعار اللي انتوا شايفينها، الاسعار الفعلا خيالية. وتعالوا شو اوريكم بقى الدريسات دي، او ممكن شكل عباية في شكل فستان. يعني كمان الرويعي ما خلاش من اللبس كمان، اي درس من ده عايزه اظبطه كده عشان اوريه لكم. مجرد بس ان هو كان مكرمش او ان هو كان متطبق على بعضه، وكان سعر اي حاجه 85 جنيه. والله كان في اشكال حلوه على فكره، الحاجات دي جديده جديده اهو، حتى شايفين الحاجات اللي ورا ايه بالاكياس بتاعتها. بس مشكلتها بس ان هي اكيد طاولات كتير مليانه وكله متطبق على بعضه زي ما انتم شايفين. يعني الفستان ده بجد مش عايز اي كلام، يعني فعلا تحفة. 85 جنيه فستان بالشكل ده بصراحة يا بلاش. يعني يوم ما تجيبي الفستان ده وتقولي ده انا جايبه رخيص، هتجيبيه ب 350 جنيه، ده اقل حاجة. الفرشة بتاعت الشنط دي كانت على كام بقى؟ على 75 جنيه. بس بصراحة الراجل ده رخم قوي وما بيحبش التصوير، وبيعايز يخانق كده مع دبان وشه بصراحة، زي ما بيقول مش عارفة. كان فعلا راجل يعني صعب قوي اللي قاعد ده، وانا حاسة كمان ان كانت معاملته مع الناس كلها مش ولا بد، يعني بيزعق وبيلالي كده، يعني ما كانش على بعضه والله العظيم. اي شنطة، المهم ان انا هوريكم الفرشة برضو، ودي اخر فرشة هنشوفها النهاردة في الفروشات اللي احنا شفناها النهاردة في الرواعي. 75 جنيه كانت اي حاجة. طبعا عنده ستاند تاني بيبقى موجود عليه شنط تانية ومقاسات تانية خالص، وبتبقى سعرها 100 جنيه، انما اللي انتوا شايفينه ده كله كان سعره 85 جنيه. ويعتبر كده احنا خلصنا الجولة بتاعتنا النهاردة. ان شاء الله هعمل لكم جولة تانية واحنا راجعين باذن الله. انا بفكر برضو ان انا وراجعه ان شاء الله هعمل لكم تصوير كده، يكون الناس كلها فتحت، او ان هو مثلا يبقى في فروشات اكتر من كده، وناخد فكره على حاجات اكتر من كده. بصوا الشنطه دي كانت فعلا عجباني وكنت هجيبها، بس لولا اسلوب الراجل اصلا وحش، فانا عشان كده رحت سبتها. بصوا يعني هنا انا قعدت افتش كده في الشنطه وابص فيها واشوف شكلها، كان فعلا عجبني. بصوا كان شكلها تحفة قوي. دي 75 جنيه، كان في منها الوان تانية على الستاند نفس الشكل بالظبط، بس كان سعرها كام؟ 100 جنيه. هي بصراحة الشنطة تستاهل، بس كان ايه المشكلة اللي هو قال لي عليها بقى واحد تاني مش اللي قاعد الرخم ده؟ كان بيقول لي ان هي متطبقة من الجنب شوية، فانا عشان كده رحت ماسكاها وفضلت ابص فيها على اساس ان انا افحصها من كل الاتجاهات. يعني اهي شايفين البقع الصغيره كمان اللي هي على الجنب دي، هي دي اللي انا كنت اقصدها. بس يعني هي تطبيقه بسيطه خالص. وكده خلصنا جولتنا النهارده يا امارات، اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. وطبعا ده بناء على في ناس معينه بتحب فيديوهات الروايه، عشان كده انا عملتها لكم. مع السلامه وفي حفظ الله، واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله.